احنا حابين نسمع منكم لحتى نشوف شو اللي كنتوا تحبوه، شو اللي ما حبيتوه، شو اللي تنصحونا مثلا، تنصحوا زملائكم فيه. في البدايه احنا اذا بدنا نقط شوي احنا بنقط من محبتنا. عم يكون مادة الثانية انه حفظ بصمة تماما، يعني ما استاذ بتغيروا كلمة عواد كلمة عم تروح كل علامة. طيب ليش هيك؟ شو نحن طلاب الفرنسي كيف بتعاملونا مع طلاب الروس؟ القواعد اصعب من الفرنسي عكس ما حكي، احنا لما تصيروا بالجامعة وتشوفوا كثافة مواد الجامعة رح تقولوا يا محلى البكالوريا ويا محلى كتاب العلوم. ممتاز وحييك تمام. الوزارة هي مانا عدوة للطالب، الوزارة والوزير ومعاونين الوزير والمدراء ومدراء التربية ورؤساء المجمعات والمدرسين هم كلهم أوجدوا من شانكم. طيب مشكلة تانية في كمان إنه مثال موقع جسيمات الكوندرية بصفحة حاطينها حول الصوت في القطعة المتوسطة، الصفحة الثانية لما نقلنا الجواب من دليل المعلم كان فقط في القطعة المتوسطة. طب كمان هون في قلة دقة بشو؟ يعني جواب حاطين حول الصوت بالكتاب ولا بالدليل المعلم؟ دليل المعلم. هلا هذا موضوع سؤال مهم، هاد انه نحن يوم سوينا دليل المعلم نشرناه قبل ما نعتمده لحتى ناخذ نحن ملاحظات عليه، فراح البعض اعتمده ونحن ما كنا لسه معتمدينه، واخذنا الملاحظات وعدنا يعني اخراجه من جديد وبعدين اعتمدناه. في بعض القضايا اخذوها بعض المواقع بتعرفوا، ولكن انتم بتعرفوا اكثر مني، في مواقع تبع انه بكالوريا وامتحانات وكذا بنزل اسئله وبنزل، فالادله تبع المعلمين نحن اعتمدنا آلية لحتى يكون في تشاركية مجتمعية على أكبر نطاق مع الطلاب ومع المجتمع كله حتى يكون في شيء تفاعلي. نشرناها، وقت نشرناها نحن اجتنا تغذية راجعة، فاجينا نحن صلحنا بعض القضايا وبعدين اعتمدتها الوزارة وأصدرتها. لذلك دليل المعلم وقت بتكون المصدر الدقيق والأكيد هو موقع الوزارة، فبالتالي أنا جايبته من أنستي وأنستي جايبته من الوزارة، وعلى يعني أنا ما أعتقد ما بعرف أنا إذا أنستي أخذ النسخة اللي لا المعدلة قيد التجريب ولا اللي أخذت النسخة الرئيسية؟ لا الرئيسية المعدلة. هي المعدلة. طيب خلاص هلا رح باخذهم منك أنا للمعلومة، بس أنا الفكرة يعني مثلا أنا لما أكتب بالامتحان في القطعة المتوسطة لازم تنحسب. وضح السؤال. هلا أنا بس يعني بناخذ المعلومة بشكل دقيق ومندقق فيها. شكرا. هون مين؟ تفضل. يعطيك العافية سيادة الوزير، أنا الطالب محمد نور هاشم من ثانوية ابن الأسير. طبعا بشهر آب تم طرح النماذج الوزارية التي يعني ستعتمدون عليها بالفحص النهائي، وطبعا الفحص النصفي كان رح يكون هو كان فحص إجا من الوزارة. نحن لقينا نقاط أنه أسئلة مثلا دراسة الحالة بمادة علم الأحياء وأسئلة التفكير الناقد والتجارب بالنسبة للفيزياء والكيمياء، نحن قبل فترة الفحص النصفي كان عنا كتير خوف يعني انه يجي هالسؤال صعب او يجي نحن من خارج الكتاب. طبعا اجى الفحص النصفي ما لقينا هيك اسئلة، هذا الشيء اثار عنا يعني تساؤلات، يعني هل هذا رح يتطبق بشكل يعني رح يعتمدوا عليه بالفحص النهائي ام حنين حيعتمدوا على النموذج اللي طرحوه؟ يعني اسئلة التفكير الناقد وهالاسئلة هي ما بنعرف وين رايحين فيها نحن يعني. طيب هذا السؤال يتناقض مع يعني هلا هاي رحنا نحن لشيء تفاعلي ولشيء يعتمد على الفهم، ما بعيد عن البصم بعيد عن الحفظ، فبالتالي يعني هلا انتم شو بدكم هاي الحاله ولا هاي الحاله؟ يعني نحن فيما يتعلق بموضوع الحاله نحن الاكتفاء بحاله واحده، الاكتفاء بحاله واحده، وبالتالي يعني نحن عم نحاول قدر المستطاع قدر المستطاع نروح بالاسئله وبالمناهج لشيء يعتمد على الفهم، يعتمد على التحليل، يعتمد على الاستنتاج، يبتعد قدر المستطاع عن البصم عن الحفظ. الطالب المتفوق هو طالب عنده قدرة عالية على الحفظ على البصم، الطالب المتميز الطالب المبتكر المبدع هو طالب عنده قدرة عالية على التحليل والاستنتاج. أنا فيني إلكم طالب متفوق عنده قدرة على الابتكار على الابداع، بس هي عم تموت لانه ما قدر حكينا كان قدر على الامتحانات المميزين. مزبوط. لا كيف ما قدر؟ كان في عنده ظروف يعني مثل اللي اهليهم كانوا ضباط او بالحرب او بالازمه. لا لا انا ما عنيت لا 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 انا ما عنيت انه يعني اذا انت ما انك طالب متميز معناها انت ما انقبلت بالمتميزين. انا هلا بالبكالوريا انت وحدة تاني انت بتعتمدي بطريقة دراستك على الحفظ والبصم حتى لمسألة الرياضيات، وفي طلاب كتير هيك بيعتمدوا بس يبصموها بصم يعني بيسووا لها سكان
بيرسمها رسم للهي، وطالب آخر بالبكالوريا بيجيب علامات تانية يعتمد على الفهم. فبالتالي ما انت يعني مو كل طالب لم يقبل في مركز المتميزين فاذا هو طالب غير متميز، لا، انا بنفس انا هلا عم بحكي بطلاب الثانويه العامه. حتى ايضا يعني حبذا ان تكون يعني اسئله التفكير الناقد تراعي المعلومه وتراعي الوقت، يعني اليوم وقت اللي عم يجي سؤال تفكير ناقد مثلا بده تعمق كثير بالتفكير، طب انا ما معي وقت لحتى جاوب عن باقي الاسئله او اتعمق بهالسؤال اتركه لحاله. يعني حتى من ضخامه منهاج، يعني من ضخامة هالمنهاج اللي صار بده اعتماد على الفهم، أنا اليوم عم أهمل مواد، يعني اليوم أنا بدي ركز على العلوم وبدي ركز على التفكير الناقد بالفيزياء على حساب مواد تانية مثل العربي والإنجليزي. طبعا هذا موضوع مثل ما حكينا يعود إلى إدارة الوقت، أنت بدك تدير الوقت بالشكل الأمثل لحتى تقدر توفق ما بين المواد. في شغلة إنه الوقت ما عاد مناسب إنه نرجع نعيد التصويبات، إحنا الفصل الأول كان أستاذ ما في مشكلة، ما ذكرنا موضوع الحالة اللي أنتوا تعتقدوا إنه هي غلط. ايه طب هلا احنا ما فينا مثلا نختزلهم هدول المسائل الخطا بهي السنه بس؟ لا انا ما بعرف هلا كمان طول بالك لقلك، يعني انا النقاط اللي انتم طرحتوها انا ما بعرف اذا صحيحه ولا مو صحيحه، انتم هلا هيك عم تقولوا لي، انا رح ارجع ادقق فيها وكلف الجهات المعنيه ترجع تدقق فيها، اذا كانت صح فانا رح نزل تصويب، واذا كانت ما انا صحيحه كمان رح نزلكم وخبركم انه انتم هاي النقطه اللي اثرتها مثلا بالموضوع الفلاني لا ما انا صحيحه والصح هو 1 2 3. لو تم التصحيح نزل دليل معلم جديد مصلح فيه كل الاخطاء بالفيزياء والكيمياء، بس نحن ما كنا مداركينها بالفصل الاول بسبب الاستاذ، نحن كان الاستاذ عندنا ما عجب لنا هي السيره. ايه بس هي اخطاء، هلا حتى احسن لنا الدرس او حتى الوزاره ما عملت على المدارس. ايه بس هي اخطاء بسيطه، في مسائل كامله مغيره بالدليل المعلم اللي ينزل على موقع وزارة التربية، في مسائل كاملة وغيرها. أي هلا نحن هذا السؤال أنا مثل ما عم خبرك، نحن خلال من هون لأسبوع كل التساؤلات اللي صارت رح نشوف، وبنشوف نحن إذا كان هالحكي مثلا قديش النسبة فيه صح وقديش فيه غلط. الصح رح نقول لكم انه هذا صح ونبرر شلون هو صح، والغلط رح ننزل فيه نحن تعميم ونقول لكم انه هيدا الموضوع فيه غلط ونحاول نتجنبه. تمام بس يلا. في شغله ثانيه انه مشان امتحان العلوم، انه هلا اذا لاحظت في كثير جدل عن هي الماده، انه ليش ما بتكون هي الماده مؤتمته؟ الاجوبه موجوده ونحن بس نظل الجواب الصح، نحن اكيد عرفانين الجواب الصح، بس بجوز من التوتر من جو الامتحان ننسى شيء، نقطه، حرف، اي شيء ممكن نقصه. مثل في عندك مثال نحن تحسبنا عليه بالفصل النصفي انه نفاد ونفاذ الشوارد، هو في اختلاف بالمعنى اكيد، بس في اختلاف بالمعنى، بس ممكن انا اكون سهوا نسيت هاي النقطه عم بتحاسب عليها ب 10 علامات او 15 علامه جواب. بس هذا جزء من الامتحان. تمام، بس ليش ما يكون الجواب موجود وانا ظلله اختاره انا، يكون الامتحان كامل اتمت؟ هلا نحن بدينا بموضوع اتمت الامتحانات. بس خليني اقول بدينا بالقاعده الاساسيه والاهم، انه نحن كمان هلا عم ننشئ بنك للمحتوى، بنك محتوى للمواد كلياتها بشكل علمي ومنطقي ومدروس، وبعد منا هلا رح نختار بنك للاسئله من بنك المحتوى. هاي المرحلة الثانية هي بنك للأسئلة، بمعنى بعد فترة ما عاد في حدا يكتب ويقول ويساوي دعاية وينزق ويكتب إعلان إنه الأستاذ الفلاني هو اللي بيشارك بوضع الأسئلة، هذا الموضوع خلاص انتهينا منه، ما عاد في أساتذة بتشارك، هم بيشاركوا ببنك المحتوى وببنك الأسئلة. عملية صناعة أو وضع نماذج الأسئلة ستكون إلكترونية، هي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة هي الأتمتة بشكل كامل، يعني نحن بدينا بالوزارة خطوة خطوة، هلأ 3 خطوات هدول، خطوة أولى بنك المحتوى، بنك الأسئلة، والأتمتة اللي نحن بدنا نشتغل عليها هلأ بالمرحلة القادمة. بس في شغلة أخيرة مشان التجارب بالفيزياء والكيمياء، في مثل ما لاحظنا بالنموذج تاع الأسئلة إنه في سؤال عن التجربة بيكون مدروج. هلا التجربة هي المفروض تكون انه نحن مشتغلين عليها وبس، يعني انه مجربينها قبل هالمرة. هلا بالمدارس ما في امكانات انه نحن نشتغل على التجربة، لا ببعض المدارس مو كل المدارس. ببعض مدرسة المتفوقين استاذ، يعني كل تقريبا ما بدي احكي 90%، يعني نحن 90 طالب بتحتار مين تنقي الشاطر فيهم والله. ايه ما بالعكس فمعقول مخبرنا ناقصه كتير شغلات، يعني نحن لازم نهيئ اكثر يعني نهيئ اكثر مخابر، وخصوصا مدرسة المتفوقين، يعني لازم تكون هي نموذج بصراحه. هلا بالنسبه ل يعني حصه المخبر، معلش اذا سمحت، لنلزم فيها الاستاذ
ولحتى بعض الاساتذه ما يعطوا حلوا مساله بداله لازم تتصور وتنبعث للوزاره مثل المبادرات الفرنسي. يعني نحن نقول للاستاذ بدك مثلا انت استاذ عندك هالخمس اربع تجارب الكتاب بدك تصورهم وتبعثهم للوزاره مشان الاستاذ يضطر انه يتقيد فيهم. يعني هذا اقتراح بالنسبه لي لانه بصراحه والله حرام يعني تجارب كتير ما عم تنعمل مو لانه اساتذتنا بدهم يقصروا اساتذتنا بيجننوا بس لانه والله والله ما في معدات كافيه بالمخبر. نحن يعني فيما يتعلق الموضوع المعدات كلياتها هلا حطت خطه الوزاره وعلى حتامن يعني اقصى ما يمكن من المعدات ما بدي اقول كل المعدات كلياتكم بتعرفوا نحن بلد صرنا بحرب فتره طويله نحن ماشيين فيها وبتاكد لك خلال فتره بسيطه رح تتفاجئ انه حتلاقي كل المطلوب موجود خلينا نعمل تجربه عمليه طالب بما انه عندك علم بانه ما في امكانات كامله بكل المدارس طب ليش موجود هذا السؤال لا مو بكل يعني هلا كيف بدي اقول طب انا شو ذنبي مثلا كطالب مدرسه حكوميه ثانويه الاخوه السؤال على تجربة ما سويتوها طيب عم نضطر نحفظها بس يعني ممكن ما يجي عليها السؤال وهذا مو حل طبعا هذا مو حل مني لأنه نحن كوزارة المفروض حط لك المنهج وجب لك المدرس الجيد وأمن لك الوسائل الإيضاح والتعليمية المناسبة يكون تأمين الوسائل قبل تمام. ما تمام تحكيت يلا شرف قلت لي بدك 10 ثواني هلأ بس فندي نصيحتين للطلاب طلب من الوزارة النصيحة الأولى يعني سمعت الكل عم بلوم الأسئلة على أسئلة الوزارة إنه حفظوا بصم بنصحكم كلكم طوروا قدراتكم على حفظ البصم قبل ما تلوموا الوزارة بكرة حتفوتوا على الجامعة ورح تلاقوا كمية بصم وحفظ جدا مهولة جدا مهولة لا جد لا تلوموا الوزارة اللي قادر هلأ يطور قدرته على الحفظ يطورها بالنهاية الدنيا كلها حفظ فهم هو جزء بسيط ليقوي الحفظ هي أول شغلة نصيحة مشان الرياضيات مشان الوقت نحن اليوم إذا بدنا نقول الرياضيات 60 علامة 180 دقيقة يعني كل علامة 3 دقائق شايفون مناح وزياده يعني لا اكيد الواحد وقت انت بامكانك خلال الفحص انا اشوف قديش صرت حالي بهالقد علامات شوف الوقت اللي صرت ناسبك ومشي على هذا الوقت تمام حاسس حالك رح تنغدر بالوقت حل السؤال اللي له علامه اكبر شيء اول شيء بالنهايه بالتربيه يعني بالسلم اذا حالي سؤال اخير اول شيء بالورقه بيتصلح ما ضروري تحل الاسئله بترتيبه يعني تمام نفسي مو مريه بس انت مضطره يعني امتحان طلب من الوزاره انه نحن نقدر نحول اليوم بالجامعات معظم الفحوص النظريه انا بالطب 62 ماده كلهم اتمته نقدر نحاول بس نلقوا للطالب لخفف عليه البصم بهذا الامر من انه يكتب المعلومه مثل ما هي تماما لانه يستذكر الصح يعني الاتمته بتفرق عن الكتابه انه هو على الطالب بس يستذكر الصح هذا الشيء بخفف عنه فاذا ممكن بهي المواد اللي احنا عن جد شايفينها جدا منهكه للطلاب نزيد نسبه الاسئله تبعت الاتمته ونخلي شغلات مساله الوراثه صعب نجيب شوي اتمته بالعلوم بس نحن بامكاننا انه نجيب مثلا 15 20 سؤال اتمته عليهم علامه حلوه شكرا خليني بس لناخذ من هاي الميله وجاي لعندك انا اسمي ليسان بيطار من مدرسه زكي الارسوزي هلا بس حضرتك تفضلت انه اذا بدنا شيء بناخده من على اليوتيوب طيب هلا النت صار باقات يعني احنا عم نحس انه في حاله تراجع انه بدال ما تتوفر الاجواء المناسبه حتى طالب بكالوريا يقدم احسن شيء عنده انه عم يصير في تضييق على الطالب انه ليش النت عليكم ما بيأثر النت يعني طلع توضيح واضح من يعني النت بيأثر على أصحابين المطاعم الفنادق الشركات أما على الناس المستخدمين العاديين اللي يعني أنت أكثر من 50 جيجا بتستخدمين مثلا لا بس مثلا هلأ كبداية مثلا نحن عنا النت بالبيت ما عاد يشتغل منيح يعني كتير صار بطيء مثلا ما له علاقة بجوز أنتم نفسيا متأثرين مع القرار أما هو ما له علاقة مثلا أنا من عندي النت راح نهائي من الموبايل ما عاد اشتغل بالمدى في مسألة تقنية معناها تفضلي أنا درعة زيني طالبة أدبي بس مشان كمان الإنترنت في مادة الجغرافيا الكتاب فاضي يعني في كتير فراغات فلحتى نعبي هذه الفراغات بدنا مصادر التعلم طبعا. مصادر التعلم أغلبهم يعني ما لنا موحدة لكل المدارس لكل المدارس إنه مختلفين على الأجوبة تبع هذول الفراغات ومصادر التعلم كمان بدنا إنترنت يعني لحتى نقدر نجيبهم موضوع الإنترنت مثل ما حكيت يعني الإنترنت ما بيأثر عليكم أنتوا ما بيأثر علينا نحن كلياتنا الإنترنت بيأثر ثلاث جهات هي الشركات الفنادق والمطاعم اللي عندها استهلاك كبير يعني هي في
في نمط معين، وأشك إنه أي عائلة تستخدم أو تستجر هاللمت هاد، يعني إلا إذا كان يعني في شغل يعني غير موضوع التصفح والقضايا هي. إيه بس كمان إنه مصادر تعلم للجغرافيا لا شيل على الإنترنت كمان إنه ما أنا كتير موحدة لكل المدارس، يعني كل المدارس مختلفين على الأجوبة، حتى الآن سبت إنه ممنوع ننقلكم مصادر التعلم. ممنوع نقلكم مو منشان ما تاخذوا الحل الصح، ممنوع نقلكم لحتى انتم تشتغلوا. يعني نحن الوزارة عمدت بالفترة الأخيرة مع احترامي وتقديري وتقديسي لمهنة المدرس، ان المدرس لم يعد هو مصدر المعلومة، المدرس اصبح ميسر لكم في الحصول او الوصول الى المعلومه. فبالتالي هذا جزء لحتى نطلع من عمليه البصم والحفظ، حتى نروح انه انت تشتغلي وتساوي سيرش وتبحثي لحتى توصلي للمعلومه الصحيحه. تمام، يلا جايكي. مرحبا، انا مجد مصة، مدرسه السعاده. بدي احكي مشان منهاج الرياضيات، الافكار عم تكون بالتمارين وليس بالدرس. يعني في 1350 تمرين، طالب عم يتجه انه يحل كل التمارين بدل انه يعرف الطريقه اللي بدها تحل كل التمارين. تمام، فانا عم بروح على الامتحان اذا مو حالل كل التمارين خايف انه يجيني تمرين ماني حافظه او دارسه. تمام. طيب انت بتعتقد الاسئله اللي انت عم تحلها من وين هي جاي؟ هي من الدرس. ما اذا فاز عن نفس المحتوى، الافكار عم تكون بالتمارين. هي الافكار، يعني انت هي الاسئله وليده هالدرس. تمام، يعني هي مستنتجة أو مستوحاة من الدرس، فالمحتوى تبع الأسئلة يلي والأفكار اللي موجودة بقلب الأسئلة تحصيل حاصل رح تكون من قلب عمليا. أستاذ إذا ما حل التمرين الفكرة رح تكون ضاعت، يعني مثلا مو بكل مدارس الأساتذة عم تحل كل التمارين. لا هلا يعني نحن وفق الخطة الدرسية بيمشي المدرس، بس كمان انتو كطلاب بكالوريا مطلوب منكم انكم انتو كمان تشتغلوا على حل التمارين. هلا لنفترض انه ما حل كل التمارين، حل جزء من التمارين، ورحت انت حليت باقي التمارين، في مدرس بيجي بيقول قلت له انه خد شوف لي اياها، بيقول لك لا انا ما بدي شوف لك. ليش الفكرة ما تكون بالدرس ويحل الطالب كل التمارين؟ ليش الاستاذ ليضطر يحل كل التمارين؟ يعني الفكرة تكون موجودة بالدرس، مطلوب طالب يحلها ويتدرب على التمارين. الأفكار كلها موجودة ضمن الدرس، والأسئلة هي ترجمة للأفكار اللي موجودة بالدرس، فبالتالي مطلوب الدرس ومطلوب حل الأسئلة. تمام؟ شكرا. بدي من اللي ما حكوا شر. يلا بعديها. هلا نحن عنا 3 حصص بالأسبوع كامل. هلا هاي 3 حصص أستاذ ما بيكفوا لكل المنهاج. هلا أنا بس خليني خبرك، هي القضية مو بالحجم، بدليل يلي بيثبت كلامي إنه مانا بالحجم. إذا طلبت منك أنت دارس، مالك دارس؟ ده. طيب إذا جيت لكتاب علم الأحياء وشفت قديش فيه صور ومجسمات وكذا إلى آخره، قديش بتشكل نسبة من الكتاب؟ هلا أستاذ هي بتشكل نسبة كبيرة. قديش يعني؟ ربعه ونصه وثلاث أرباعه؟ أستاذ بس القصة إنه صار المنهاج بقلبين الأسئلة. يعني هلا صار الأسئلة كلياتها موجودة منيح الصورة، وبعدين في شرح صغير على الصورة، وكل الأسئلة اللي أجوبتها بدليل المعلم. صار عن المعلم هلا هون جهد إضافي إنه بده يشرح وبده يجاوب صح، إنه إذا جاوب غلط حيصير في إشكالية عند الطلاب. هلا هذا صار أستاذ مو قصته صارت إضافية في مادة العلوم. كيف صارت اخر شيء؟ صارت قصه يعني دور الاستاذ صار اضافي، صار مو بس ميسر، صار كمان بده يشرح هو. إيه طبعا. هلا لا حتى ما تفهموني غلط، الميسر هو بيقول لك كيف يوصلك للمعلومه. يعني انت مثلا سابقا على ايامنا نحن انه بنفوت نحن على القاعه الصفيه، بيقعد المدرس بيكتب لنا الدرس وبيشرح لنا اياه لحتى نحن نفهمه، فبالتالي كان مصدر المعلومه فقط هو المدرس، بينما هلا المصادر صارت متاحه، المصادر مفتوحه. يعني لذلك نحن هذا نوع من التحريض الايجابي للتفكير، انك انت توضع شيء يعني سؤال معين وتقدر تاخذ منه لهذا السؤال تبحث عن اجابات مختلفه، وتقدر انت تميز بين الاجابه الصحيحه او الاكثر صحه او الصحه من الغلط. فبالتالي هذا دور يعني بيعطيك بيغني عندك عمليه التفكير والبحث بشكل جيد.
هذا بالنسبة للشق الثاني. أما بالنسبة للشق الأول مثل ما قلت لك الكثافة تبع المنهج، يعني نحن كتاب علم الأحياء إذا منشيل يعني نحن الصور، وقت بيكون في صور الصور محطوطة لحتى هي شرح توضيحي للكلام يلي مكتوب، بس نحن إذا شلنا الصور يلي موجودة بتوقع هي بتشكل أكثر من 50%، فبالتالي يعني بيطلع النسبة كتير بسيطة تبع كتاب علم الأحياء. بجوز أنت يعني غرك شوي حجمه، بس حجمه مثل ما حكيت فيه قسم كبير. هلا استاذ انا في عندي شويه اعتراض على كلامك. هلا انه السؤال انت قلت لنا انه نحن نبحث عنه اكثر. هلا استاذ هلا نحن بحثنا عنه عندنا نحن نلاقي الاجابه صحيحه وحنلاقيها ان شاء الله طبعا، بس نحن هلا هيك عم نروح وقت احسب مواد ثانيه، وحتى اذا لقينا الاجابه الصحيحه يمكن انتم ما تقبلوها بسلم التصحيح الاخير بالامتحان الاخير. هلا نقطتين، اولا انك انت حتضيع وقت، هذا جزء من طريقه بناء المعرفه، يعني لانك انت بدك تساوي عمليه مفاضله ما بين مجموعه خيارات وتوصل للخيار الافضل، هو اللي بيكون يعني انت هيك بتنبنى العقليه المتقدمه المتطوره، هيك بتنبنى. واحسن ما تجيك انت هذا السؤال وشرف هي جوابه، احفظه هذا السؤال وهذا جوابه، لا، فبالتالي هي الإيجابية تبعها. هلأ مدى اعتماديتها الكل هلأ موضح صار بالأدلة تبع المعلمين شو هي الإجابة الصحيحة، حتى لو كانت عدة إجابات يعني وهي واحدة منهم، هذا الحكي صار موضح بال أنت حكيت. هلأ خليني أسأل خمس دقائق بس. هلأ قصت أنه الامتحان الأخير سلم التصحيح تبع العلوم، هلأ في كتير طلاب عم ينظلموا بالعلوم، يعني كل طوال على طوال السنين عم يدرس العلوم، وانا يعني من ناحيه اختي، يعني هي اختي درست طول السنين بالعلوم وكانت يعني بالحرف، بس يعني كلمه مثلا نفاذ هو اجانا بالامتحان نصفه، اجانا التعليل، هو التعليل بسبب الجواب الصحيح بسبب نفاذ النواقل الكيميائيه. طيب نحن اذا قلنا نفاذ النواقل الكيميائيه ما تغير، يعني ما تغير المعنى، بس هو نفسه ما بين نفاذ ونفاذ، ايه يعني هو واضح المعنى، انت قلت قبل شوي انه انت جيبها بالمعنى وجيبها على حسب فهمك. نعم نحن وقت قلنا نفاذ نحن ما بعدنا، يعني كان واضح شو المعنى. هلا انا ما حجاوبك على هي بالضبط، لكن الاجابه اذا لم تغير في المعنى فبتاخذ العلامه. هلا استاذ حتى لو تم استخدام كلمه يعني مرادفه لها، هلا اذا كانت بس بشرط انه ما بتغير بالمعنى. هلا استاذ هي ما غيرت كثير بالمعنى، يعني هلا ما فينا نقول ما غيرت كثير، انا جوابي واضح لك بمعزل عن المثال اللي انت عم تعطيه. انا عندي جواب، هالجواب بسلم التصحيح مكتوب على الشكل التالي، جيت انت جاوبت عليه بطريقة مختلفة لكن ما غيرت المضمون الإجابة، فانت بتاخذ العلامة. مين من اللي ما حكوا؟ بس خليني انا مع اللي ما حكوا هون. شرفي يعطيك العافية. اول شيء هلا انا بالنسبه كلنا عم نعاني، هلا انا كطالبه علمي يعني هربانه من الحفظ، يعني هلا كتاب الفيزياء تقريبا عم بيكون اغلبيته يعني في شغلات نظريه كتير. هلا اقتراحي انه ليش ما مثلا بنخلي الاسئله النظري هو مثلا مؤتمت والمسائل لحالها. حكيت عليها قضيه الاتمته، نحن شغالين عليها يعني مرحله مرحله، قطعنا هلا مرحلتين وهي المرحله الثالثه كمان. هل انت راضي على عمل وزارة التربيه؟ هل انا راضي، يعني خليني اقول لك انه اذا انا راضي قطعا ماني راضي، انا كوزير بوزاره التربيه قطعا ما خليني اقول لك انا انه اللي انشغل بالفتره الاخيره انشغل شغل كتير كبير بظل الظروف اللي نحن فيها، يعني الظروف اللي عم تمرق فيها البلد انشغل فيها كتير شغل مهم. بس انا راضي؟ لا ماني راضي، لانه انا بطمح انه نشتغل ونطور اكثر بكثير. بس انا هلا بدي اسالك او اسالكم، قلت لكم انتم شعرتوا انه اختلفت شيء يعني عن الاعوام السابقه؟ انا برايي اختلفت كثير، انا حاسه انه هلا الشيء صار احسن، صار كله فهم، صار كله استنتاج، انه هالشيء عن جد عم بيحركنا عم بيشغلنا. طيب اكثر من قبل. طيب انا بدي اسالكم شو رايكم بالعمليه الامتحانيه وقت صارت العام الماضي؟ يعني هي مثلها مثل كل الاعوام ولا كانت منضبطه اكثر ولا كانت يعني طيب هذا انضباط العمليه يعني انتم معه ولا انه مع انه تضل فرق
يطلع لنا دكتور بالغش وفرق يطلع دكتور بتعبه. لا يعني قبل ما نوصل للدكتور نحن قبل ما نوصل للدكتور يعني انت بتعدي تدرسي عشرات الساعات بشكل انت بتعدي تدرسي عشرات الساعات وغيرك ممكن ما يدرس ابدا وانت بتاخذي علامه معينه هو بياخذ علامه اكبر بكثير بس لانه ما انا مضبوطه العمليه الامتحانيه فضبط العمليه الامتحانيه هو جزء من عمل الوزاره كمان. تفضلي. على لو بس على نفس قصه المراقبه هلا واحد راح على الامتحان نسي موبايله معه بس مقفول ليش لا ينحرم 3 سنين كاملين انه هلا صح لازم ما يكون معك موبايل ونحن ضد انه ضد الغش وهي مو مشكله هلأ بس ليش 3 سنين يشرب سنه نفسها مو مشكله بس مو هلا الوزاره طلعت وعممت وكتبت على البطاقه وساوت تفتيش وقائي يعني انا اشك انه في طالب ينسى الموبايل ليش يعني هلا انا ممكن انا منتم في حدا منكم ما بيعرف انه ممنوع يفوت الموبايل على في حدا ما بيعرف طيب اذا وعلى البطاقه كاتبين لكم انه ممنوع اصطحاب الموبايل وعند الدخول في يعني بيقول لكم حكي وربما في بعض الاحيان تفتيش وقائي والتفتيش الوقائي هو مو لحتى حدا اذا حدا نسيان بس نحن رغم ذلك لحتى ما نوقع بالمحظور انه اخي اترك الموبايل طيب كل الاجراءات اللي عم تتخذها الوزاره ورغم ذلك بتلاقي البعض بدخل الموبايل معه بس ممكن مثلا حدا بيته كتير بعيد او لازم يدق لاهله او اهله مو هيك ففينا ياخده يتركه عند مدير المية بالمية ورغم ذلك نحن رغم ذلك العقوبات الامتحانية نحن عم ننظر فيها وممكن هلا نرجع نخفض شوي بموضوع العقوبات الامتحانية مو لحتى نسهل نحن عملية الغش او التلاعب ابدا مو لهذا السبب لسبب انه نحن اذا كان في حرمان مثلا لمده سنتين حتى ما نضيع له مستقبله للطالب يعني انه سنتين بده ينحرم طيب شو بده يعمل فيهم هدول السنتين فبالتالي ممكن كمان هلا نرجع ونعيد النظر في موضوع العقوبات الامتحانيه ونخففها شوي وبرجع باكد حنخففها مو لحتى نسهل عمليه الغش والتلاعب لانه نحن بالمرصاد لموضوع لكل شخص بده يحاول يتسول يغش او يتلاعب او الى اخره اسمي علي القابقي كمان طالب طب بشري انا وزملائي هون جايين اول شيء انا حابب اشكرك لهالوقت اللي انت عم تعطيه للطلاب ونحن بنتمنى كطلاب جامعه نلاقي كمان هذا الشيء من قبل وزاره التعليم العالي نحن في عندنا كمان مشاكل بنحب نحكيهم وشكرا لك انك انت عم تسمع مشاكل طلاب اصغر منا يعني نحن كطلاب عندنا هدف ببناء الوطن مره ثانيه بعد هالحرب اللي مرت بعشر سنين الأمل دائماً عم يكون فينا نحن وباللي أصغر منا ودائماً عم يكون الأمل باللي أصغر واللي أصغر واللي أصغر فبصراحة هن ما فينا ننطلق ببناء الوطن غير أنه نبلش نحن من أصغر شيء من التعليم الابتدائي هلأ سامحوني شوي رح أطلع عن فكرة البكالوريا شوي صغير من الطلاب الموجودين هون ما في ولا طالب غير فكره أنه بده يفوت طب أو بده يفوت مثلاً هندسة معلوماتية بينما قارن بطلب شو في عندهم مواهب شو في عندهم رغبات شو في عندهم طموحات لما كانوا صغار هذا الشيء ضمن التعليم ما أنا موجود ما أنا موجود اهتمام بما يريده الطالب الاهتمام الوحيد عما يكون هو بما يريده المجتمع والاهتمام عما يكون من الأهل بما يريده المجتمع وليس من الطالب يعني مثلا هلأ من أصل 100 طالب 90% بدون طب بشري ولكن كم واحد فيهم هذول الطلاب رغبته الحقيقية أنه يكون كاتب مثلا شاعر رسام ما في ضمن المدارس تبعنا أساس لهذا الأمر أساس أنه يطلع هيك شيء يطلع بذرة إنسان صالح يكون مبدع بالشيء اللي هو بده إياه يبدع بالشيء اللي هو بيختاره مثلا حكوا هون عن طلاب متفوقين قالت لك طالبة قالت لك أنه في 90% من الطلاب تحتار تنقي من الأزكى فيهم ولكن ما عندهم ما في تسخير لقدراتهم مثلا انت علماء توظيف لقدرات ما أنا موجود فأنا مثلا هو تمني انه انت تهتم بهذا الشيء اكثر مشان تورجيهم انه لازم ما يفكروا نفس تفكيرنا نحن ونفس تفكير اللي قبلنا لازم هن يكون في عندهم دافع غير هالدوافع هي وشغلات صغيره تانية بتبلش من لما نكون نحن مثلا بالابتدائي بداية هو يمكن ما دخلكم فيها او اي شيء ولكن حتى شكل المدارس شكل المدارس عنا بتوحي انك انت فايت على سجن مو على مدرسة الاسوار عالية يعني معلش انا طالب كمان لا بالعكس انا كمان احييك على المداخلة صراحة انا ماني كمان هالطالب المثالي
مرات كثير حاولت اهرب من المدرسه ولكن بالاعدادي لانه هي فكانوا يحطوا على السور زيت يحطوا لنا حجار من فوق يا من اذينا بس ما في يعني ما كان في عندنا شيء حببنا نضل بالمدرسه لانه احنا ما كان في عندنا رغبه نضل بالمدرسه ما كان في شيء يجذبنا للمدرسه ولا حصه ولا استاذ ولا موجه يسمعنا مداخله رائعه هي الفكره انه نحن لازم نهتم فيه للطلاب هو اساس وجودهم بالمدرسه رح جاوبك برجوع تمام من حيث انتهيت اولا فيما يتعلق ببناء المدرسه مو نحن ما لنا علاقه لا نحن لنا علاقه بالتشارك مع وزاره الاداره المحليه نحن تقريبا الوزاره شبه انتهت من وضع نموذج جديد للبناء المدرسي يلي هو صديق للطفوله صديق للبيئه صديق لاصحاب او لذوي الاحتياجات الخاصه كل المواصفات يلي موجوده بالعالم كلياته وتتوافق وفكرنا وتراثنا تقريبا شبه انتهينا منه بس اللي بدي يقوله أكيد نحن ما حنجي هلأ لمدرسة قائمة نهدها ونرجع نعمر هاي المدرسة المدارس القائمة قائمة لكن كل شيء مدارس بدها تنبنى من أول وجديد يعني من بنية تحتية كاملة بنية إنشائية كاملة ستكون وفق النموذج الجديد فبالتالي يعني نحن نسوي مدرسة يعني نطلع من موضوع السور بهالشكل اللي انت حكيت عليه نطلع من موضوع الألوان نطلع بأشياء يعني تكون محببة للطالب أو جاذبة للطالب حتى تكون جزء من العملية التربوية كمان هاي بهيدا الموضوع أنا النقطة الأولى اللي حكيت عليها حضرتك بالبداية أنه نحن نبلش من البدايات لحتى نسلط الضوء على المواهب والإمكانيات اللي موجودة بالفطرة والنمية عند أبنائنا التلاميذ أو عند الطلبة نحن كان في عنا عدة ورشات عمل في المركز الإقليمي لرعاية الطفولة المبكرة لحتى نبلش نحن ما قبل ما يدخل على الصف الأول الطالب كيف بدنا نبلش فيها؟ نحن يعني خلينا نكون كلياتنا متفقين انه نحن عندنا قاعة صفية الطالب بفوت بالصف الاول اجى على الصف الاول فاتت المدرسة على الصف الاول لنفترض انه هذا طالب الصف الاول اجت لطالبة مثلا هي كانت بروضة كانت بكيجي نيرسوري الى اخره وبتعرف تقرأ وتكتب وبالمقابل في جنبها طالبة هي هلأ الأنظمة والقوانين بتقلك أنه أنت بالصف الأول بعمر 6 سنوات لازم تدخلي على المدرسة فبالتالي بتفوت المدرسة قد ما كانت بدها تحاول تساعدها للطالبة يلي ما بتعرف أي شيء وما بين طالبة بتعرف تقرأ وتكتب بتعرف الأعداد والأحرف والآخرة فبالتالي رح يكون استجابتها مع هدول الطلاب أكثر لذلك هلأ نتيجة الورشات اللي عرضتها وزارة التربية على عدة مراحل يمكن هلأ رح نبدأ نرجع بسنة تحضيرية قبل الصف الأول لحتى نقدر نستثمر ونبني قدرات للطلاب بشكل أوسع هاي بالقاعدة العامة هلأ من بعد منا ممكن نحن نبدأ نرصد من خلال المشاريع اللي عم تشتغل عليها وزارة التربية وتطلبها من الطلاب لحتى نشوف ميولهم للطلاب وين بس هلأ أنا ما فيني ابني مثلا ميول على ميول طالب صف أول أو ثاني أو ثالث لأنه بتعرفوا كلها تكون هلأ أنا إذا سألت أي حدا منكم ممكن كانت رغبته قبل سنوات شيء وإذا هلأ يعني إذا سألتك أنا بأكد أنه حتقولي لي كان رغبتي عارضة أزياء مثلا هلأ صار عندك رغبتك مثلا طب بشري أو هندسة أو طب أسنان أو فنون جميلة إلى آخره فبالتالي بتتغير يمكن تبدأ تتبلور الفكرة تبع الرغبة والموهبة عند الطالب من المرحلة الإعدادية أو نهاية الإعدادية ولفوق لذلك أنا رحت ببداية الحديث وقلت لكم نحن عم نشتغل على خلق مسارات هالمسارات هي يعني لحتى أنا كان التساؤلات كتير بتجيني شو التساؤلات يلي بتجيني بيجيني التساؤل انه انا بدي ادرس طب بشري شو بدي بالتاريخ ليش عم تدرسوني تاريخ طب نحن في حصة معينة او في كمية معينة من المعلومات لابد من انكم تحصلوا عليها لكن نعطيكم حصة معينة مو حصة درسية حصة يعني شوية معلومات نعطيكم اياها
للثقافة العامة، ومنركز مثلا إذا بدك تدرسي مثلا فنون جميلة ضروري تعرفي مين هو بيكاسو، مين هو ليوراندو دافنشي، مين هن، في قضايا في لازم أنت تتبحري فيها ويكون عندك اطلاع فيها بشكل أكبر. تمام؟ أنا خليني أقول أنه أنا كنت سعيد كثير بهاللقاء هذا، وبأكد لكم شرفي. الشغلات اللي هلا نحن اخذناها من طلاب البكالوريا 2020، هلا نحن شو استفدنا من هذا اللقاء؟ يعني شو الشغلات يمكن هي كثير شغلات محدوده؟ لا هي شغلات انا يمكن قسم منها شغلات محدوده، لكن هي بتساهم بشكل او باخر. نحن خلينا نكون متفقين اولا انه هو اللقاء مو بس من شان البكالوريا، يعني هي لقاء تربوي كلياته بشكل كامل، لكن انت مثل ما تقولي بجوز هون معلومه صغيره وهون بشغله بسيطه وهنيك شغله صغيره وكذا والى اخره، بس جمعا يكون رح يتم معالجة هالقضايا هاي ورح ننشرها نحن، وحتكوني انت ساهمتي بشكل يعني مباشر انه هالتساؤلات والهواجس اللي موجودة عند منكم ننشرها نحن لكل طلاب البكالوريا ولكل الطلاب حتى يستفيدوا منها. بس معظم الافكار كانت قيد البحث والشغل للدراسة لشغلات سنوات جاية مو لسنة. لا لا لا، في قضايا هلأ، يعني مثلا التصويبات اللي حكوا عنها زميلاتك، انا هلا بس اطلع شغلات محدوده. لا ما انا محدوده، انت طيب انت شو رايك اذا كانت فعلا مثل ما قالت وفعلا انه هي فيها غلط ورحتي اجى سؤال ورحتي جاوبتي عليها غلط، هل برايك انه هي محدوده؟ بالعكس انا شايفها جوهريه جدا. بس هي شغلات يعني علامات كثير بسيطه عليها، يعني ممكن تكون التصويب تبع هلا اكيد انتم ما رح تكونوا مخربطين بفقره كثير مهمه ورح تيجي بالامتحان. انا يعني راح النقاش، رح بعطي مثالين ما بين خطا ممكن يكون بمعلومه ونحن رح نصوبه اذا كان خطا، وما بين خلق مسارات ثلاثه. هل تعتقدي انه الزمن كافي اذا حدا بيوافقني انه من هون لوقت الامتحان القادم نشتغل على المسارات؟ طب مو كافي هيك نحن انظلمنا. لا انت هيك كيف انظلمتي؟ معناها وانا انظلمت؟ ظلمنا لانه لازم هذا اللقاء كان يكون قبل ولازم نحن كنا نصحح من قبل. طيب يعني هلا ان تبدا يعني على الاقل نحن رح نبدا هلا، انت بتطمحي او بترغبي يكون هالشيء ينعكس عليكي بشكل مباشر، بس انا حكيت ببدايه الحديث انه الشيء الجميل في شيء انتم رح تستفيدوا منه بشكل مباشر، والشيء الاخر انتم حتكونوا يعني وسيله رائعة لحتى يعني تخدموا باقي زملائكم هلا بالمرحلة القادمة. تمام؟ سؤال آخر سؤال. يعطيك العافية سيادة الوزير، أنا شريف الحسامي طالع من صهيونة الأخوة. فيني أختتم هذه الجلسة بسؤال خارج الصندوق شوي. 100%. برات المنهاج وبرات يعني تقريبا كل الحاضرين هون تقريبا مخهم بس دراسة، ما عم يفكروا بالنواحي الاجتماعية. نسبتهم ما بتجاوز كثير، يعني نسبة ضئيلة لهي النسبة. صف الابتداء بالمرحلة الابتدائية، الصف الأول الصف السادس مدارس مختلطة. طيب أنا ليش أفصل البنات عن الصبيان؟ بالصف السابع الطفل ما بيكون عنده هالتفكير الشوي غير إيجابي. الصف الثامن بلش شوي يفكر ليش أنا انفصلت عن البنات؟ يعني شو في الشيء اللي ما بدهم ياني أنا أعرفه؟ صف العاشر والحادي عشر بصير بيهرب مشان يروح يشوف البنات. طيب انا ليش ما اخليهم يصير في تنافس بين البنات والصبيان جوات المدرسه الوحده؟ ممكن بس في عندنا مدارس هيك وعندنا مدارس لا هي. ليش هاي المدارس الخاصه بس؟ لا حتى بالمدارس الحكوميه في مدارس حكوميه مختلطه. طيب ليش ما يصير هذا التعميم على الجميع؟ هلا خليني احكي بشكل واقعي وشفاف مثل ما اتفقنا ببدايه الحديث. هلا يعني في بعض المناطق تقبل من انه تكون حسب العادات والتقاليد. خلينا نتجاوز العمليه الاعقد والاصعب هي الحرب. هلا خلينا نتجاوزها وبعدين بنبدا، خلينا نركز هلا على المضمون العلمي وشوي شوي بنبدا. انا مع فكره انه تكون الاختلاط، ولكن الاختلاط يعني في مؤيدين وفي معارضين لموضوع الاختلاط. طالب هلا بالمرحله الثانويه كل همه انه يخلص البكالوريا مشان يفوت على الجامعه يكون في بنات،
ما كل همه قريبا. كل همه غير تقريبا يعني معناه يعني تقريبا ما عم بيكون فكره مشان انه انا بدي ابني المجتمع. باكد لك انه مو كل همه في نسبه هائله من الطلاب نماذج لطلاب الجامعه خليهم يجاوبوا شو رايكم هاتوا لي هلا بالبدايه طالما نحن اليوم بدنا نحكي انه نحن بنسعى نكون بالدول المتطوره وحضرتك اكيد بتعرف بالدول المتطوره في عندهم ماده اسمها الثقافه الجنسيه والتربيه الجنسيه بتنعطى للاولاد من هن وصغار يكون عندهم تقبل الجنس الاخر. اليوم نحن من المرفوض بدوله عظيمه مثل سوريا بانيه حضاره يكون عندنا طالب بالمرحله الثانويه عنده عدم قدره على تقبل الجنس الاخر. هون في مشكله حقيقيه. في طلاب كثير عم بتفوت على الجامعه السنه الاولى عم بيوقفوا يعني مثلا بتكون بالمحاضره اذا قاعد جنب زميله بتطلع من المحاضره وبيحمر وشها وبتعرق. مشكله حقيقيه يعني. نحن اليوم انا مقدرك موضوع انه في مناطق هيك ومناطق هيك بس طالما هدول المناطق اللي نقول في عندهم شويه تعصب زايد الجامعه واحده يعني اليوم الجامعه اجباري مختلطه فنحن اذا عملنا المدرسه اجباري مختلطه بالتعاون مع دار الافتاء بالتعاون بين كل مؤسسات الدوله هو اكيد مو قرار وزاره التربيه لحاله بس نحن اليوم لازم نشتغل على هذا الشيء مثل ما ذكر زميلي من تحت يعني احنا لما طالع الواحد انه هي انثى هي شريكتي بالمجتمع هي بالنهايه راح تكون ام لاولادها ما لها كائن غريب عايش معي على الارض يعني راح يقدر يتقبل بالمراحل المتقدمه هلا عم بيكون من مراحل صغيره نحن مزبوط كلام دقيق هلا وهذا الموضوع يعني حمال اوجه لكن رغم ذلك نحن يعني في عندنا مدارس مختلطه حكوميه لا مو عندك الإحصائية منين حاصل عليها الإحصائية 5% لا الإحصائية أكبر من هيك عنا رغم ذلك نحن رح نحاول يعني نشوف بالأماكن اللي متاح فيها هذا الموضوع إنه نروح بهذا الاتجاه يلا أنا تفضل بس حاب أحكي لهم شغلة يعني بعد ما إنه رحنا الحديث ما في إنسان ناجح في الحياة وصل لنجاحه طريق سهل أكيد 100% اللي حدا منكم عم يدور على أنه ينجح ويوصل ويكون متميز دائما ما بيقولوا عن إنسان ناجح إذا مشى على طريق حرير إلا بدك تطلع الجبال وبدك تلاقي وجوه وبدك تبذل جهد وبدك تتعب بحكي عن بكالوريتي أنا أنا أخذ بكالوريا درست بكالوريا بريف إدلب في برافو في قرية نائية نوعا ما نعم درست مدرسة حكومي كنت كان كل شيء احصل عليه اخذه من الاستاذ فقط لا غير ممتاز ما اخذت دروس خصوصي ممتاز بس شو كان عندي هدف بدي اوصل له نميت هذا الهدف كنت ادور على النقص اللي كان موجود عند الاستاذ وروح انا ادور عليه نعم لحتى وصلت للي بدي اياه والحمد لله وصلت لساتني عم ادور على الاكبر من هيك لحتى اوصل بريف ادلب بريف ادلب يعني من 5 سنين انا تقريبا كنت المناطق اللي تحت سيطره المسلحين لا تحت سيطره العراقيه المدرسه كانت حكوميه اي بس ما كان في جيش عنا ورغم ذلك عن السيطره بس المدرسه كانت حكوميه واشتغلتوا بالمخابر وسويتوا تجارب لا نوعا ما كان في مخابر وتجارب بس ممتاز كان في معلومات عن الطب البشري اذا انت بذلت جهد وكان في عندك اصرار كان عندك متابعة وعندك هدف بدك توصل وصلت له هلا لا شك برجع انا للحكي اللي انحكى هلا قبل شوي انه نحن واجبنا كوزاره نامن المخبر ونامن المدرس الجيد ونامن المنهاج الجيد ونامنهم كل والبيئه الرائعه لحتى يتعلم بس أكيد. كمان انت مثل هي تجربه هي حاله يعني ما انت درست بالسعاده شيء ابدا لا رحت شيء على يعني انت درست المدرسه الحكوميه وتحت النيران وتحت الحرب وتحت الى اخره ولك وهي هو طالب بكليه الطب فبالتالي انا بحيي فيك الاصرار والعزيمه هاي المداخله يعني مو دائما لازم تلاقي الظروف المناسبه لحتى انت تنجح لازم انت تخلق لحالك الظروف المناسبه اللي بتخليك انت تنجح يعني مو لازم الظروف هي تجي لعندك طيب على حتى الظروف. انت تجتازها انا بخلق لحالي انت بدك تجتاز الظروف وتخترق هالظروف هاي تماما ضمن الامكانيات بالنهايه انا عم اصنع مستقبلي لما انت تجي تفشل ما راح يقول لك والله المجتمع راح ينظر لك انت لانك فشلت مزبوط طيب انا سعيد كثير بهاللقاء انا قالوا لي انه اللقاء مدته نصف ساعه تقريبا بس الحديث شيق معكم برجع باكد لك انه رح تستفيدوا كثير واذا ما قسم انتم رح تستفيدوا منه وقسم يعني انا ماني متخيل كيف تاخذي لك شيء 20 علامه هلا مثلا وزع عليكم 20 مثلا فبالتالي انا بتشكركم كثير على هاللقاء وعلى الفرصه اللي انتم اتحتوا لي اياها الي انه انا التقى مع طلاب او مجموعه من الطلاب
الطلاب ويسمع منهم بشكل مباشر لحتى نقدر نشوف وين في عنا ثغرات نحاول نرممها، وين في مشاريع من ضمن المشاريع اللي انطرحت لحتى نبدأ نشتغل عليها. وبرجع وبأكد انه من هون لأسبوع يعني ممكن على التتابع حتشوفوا أجوبة لكل شيء انطرح على موقع وزارة التربية. بدي لكم الله يعطيكم العافية، بتشكركم كتير، بتشكركم على وقتكم انتم القيم والسمين اللي لما بعرف انا اللي بيحب اللي يعني عنده هدف بالدراسة بيكون راح عليه وقت قيم وسمين. وبدي حملكم سلام لأهاليكم وإلكم إن شاء الله القادم أجمل. يعطيكم العافية.